لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر مراسل غد حسان جزائري. يعني حسان، ما هو الجديد بالنسبة لهيئة الوساطة والحوار، وهل تأثر عملها مع استمرار المظاهرات الاحتجاجية والحراك الشعبي الذي يصر على عدم إجراء انتخابات بإشراف رئيس الدولة المؤقت؟ نعم وائل، هيئة الوساطة والحوار تواصل عقد لقاءاتها التشاورية بلقاء عدد من الأحزاب السياسية اليوم، وكذا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هيئة الوساطة والحوار تقول بأنها انتهت من إعداد مشروع لإنشاء سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات. هذه السلطة تتميز حسبها بالاستقلالية التامة، حيث أنها ستعوض الجهاز التنفيذي وحتى المجلس الدستوري في عدد من المهام كانت موكلة إليهما في تنظيم الانتخابات. وبخصوص ردة فعل الشارع، فبالأمس عرفت الساحة الجزائرية مظاهرات للطلبة رافضين للانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية، بينما تؤكد هيئة الحوار والوساطة بأن عن طريق الهيئة التي سيتم استحداثها ستكون هناك ضمانات كبرى لاستقلالية الانتخابات القادمة، وحتى يكون الصوت الشعبي هو الذي يقرر. هذا ما تحاول هيئة الوساطة تقديمه كضمانات من خلال هذا المشروع لاستحداث سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات. وقد اطلعنا على عدد من بنود هذا المشروع، حيث تقول بأن حتى المترشحين للرئاسيات سيقدمون ملفات ترشحهم لدى هذه الهيئة التي ستتكون من عدد من القضاة والمحامين والمحضرين القضائيين. نعم، وكذلك أساتذة جامعيين ومراقبين من الصحافة والمجتمع المدني وحتى عن الجالية الجزائرية بالخارج. شكرا جزيلا لك حسان جزائري مراسل غد من الجزائر على كل هذه المعلومات.